وقالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي إن الوقت قد حان لأن يكون في مصر مفوضية منع التمييز، خاصة لكونها استحقاقا دستوريا. وأضافت خفاجي أن التمييز بكافة أشكاله يعد مشكلة كبيرة، ولا توجد تشريعات كافية ولا إجراءات نافذة من أجل التقليل والقضاء على هذه الظاهرة. الفكرة كلها إن إزاي يحصل توافق على أشياء معينة نرفعها للسيد الرئيس. ف يعني أنا كنت حاضرة الحقيقة الجلسة الخاصة بحقوق الإنسان اللي هو منع التمييز، وكان في يعني شبه وفاق، يعني وفاق تام من حيث المبدأ وشبه وفاق من حيث التفاصيل على ضرورة إنشاء المفوضية لمنع التمييز، ولأنها استحقاق دستوري من 2014 إن في ناس كتيرة جدا والمجتمع المدني وأيضا المشرعين بيشتغلوا على مشاريع قوانين لإنشاء هذه المفوضية.